مرحبا. اول شيء مشان السؤال على طول بنسأل انا، مو بس انت ترى سألتيني اياه، انسألت من كتير ناس. تمام. انه كيف بدي اعمل الفيديو بشكل انه بالطول انه مناسب لتيك توك. اول شيء بنختار الخيار اللي هو هذا الفيديو انه مناسب لتيك توك. تمام. بنعطي التالي. اوكي. بنختار الفيديو اللي نحن بدنا نصمم عليه. شو هو الفيديو اللي بدنا نصمم عليه؟ مثلا انا راح اختار فيديو عشوائي هلا مشان ما اطول بالشرح. تمام. لاني انا عم اصور هلا، بدي انشر لك الفيديو على اليوتيوب، لاني اذا بدي ابعته على انستا ما بيفعل يبعت اكثر من دقيقه. تمام. مثلا هاي اللقطه انا بدي اياها بقصه، بكبها، بكب اللقطه اللي ما بدي اياها. تمام. بضغط على الفيديو هاي الضغطه. اوكي. عندك المربع الكبير ولا الصغير اللي جنب المقص؟ تمام. شايفتيهم اللي جنب المقص اللي بالنص، جنب المايك وجنب المقص، نضغط عليهم بيطلع لنا هذا المربعين فوق بعض. المربع الفوقاني في دورة مداره باللون الأحمر، التحت ما في لون أحمر. ليش؟ إذا هذا الخيار تم هيك، فالفيديو مثلا أنت إذا بدك تكبريه بصير يكون كبير بالبداية وبالنهاية بيرجع صغير، فلازم أنت تضغطي على إشارة اليساوي الشخطين اللي فوق بعض. بعد ما تضغطي هذا الخيار بصير الفيديو كله بنفس الحجم. هلأ بتجي على الفيديو الأساسي اللي هو فوق. تمام. مثل كأنك عم تكبري صورة بالموبايل، أي صورة مثلا أنت بتصوري، ما بدك تقربي الشخص اللي فيها أو تقربي شيء فيها، بتضغطي على الشاشة بإصبعتين هيك وبتصيري تقربي وتكبريها. تمام. سهلة كتير، ما بدها إشي. إذا بدك تطلعيها لفوق وتنزليها لتحت اللي بدك إياه، أنت كبريها بحيث إنه بتكبر شوي وتضل واضحة، لأن كل ما كبرتيها أكتر يعني بيروح من الدقة تبع الفيديو، فما لازم تكبريها كتير. تمام. بعد ما تعملي هيك بتعملي إشارة الصح، خلاص إنه أنا حفظت. النقطة الثانية مثلا، انت وقت كبرتيها شو بصير؟ مثلا بطوط ما بصير بنص الشاشة، مثلا بتغير موقعه او حسب انت الكرتون اللي عم تطبقي عليه. مثلا هون بطوط بعيد. تمام. بدك تجيبيه على النص. كيف بدك تجيبيه على النص؟ هاي اللقطة بتصير لقطة لحال، بتقصيها. مثلا هون مثلا كان في صوت مثلا لشاب، بتقصي اللقطة عن طريق المقص، قصيناها. هون مثلا صار في النص بصوت بنت مثلا، بدك تغيري انت المسار تبع اللقطة، بتضغطي على المسار الثاني، على النقطة الثانية، على القطعة الثانية من الفيديو، بتروحي على نفس الخيار اللي هو المربعين اللي جنب بعض. اوكي. بتضغطي عليهم بتمشي الفيديو انت هيك، بتجيبي يمين او يسار، يسار ولا يسار؟ يسار. يمين يسار، يعني على الطريقة اللي بدك اياها. وفي نقطة تانية اذا بدك انت تحبي تعمليها، اذا كان مثلا عم يتجه متجه مثلا الكرتون اللي عم تصممي عليه بغير اتجاه، شلون بدك تخليه يتجه على الجنب الثاني؟ فعندك هذا الخيار، في عندك تحت، تحت المقص، مو المربع هذا اللي فيه نجمة، اللي تحته هذا اللي إشارة إنه مربع وفي حوالي سهمين، بتضغطي عليه وبتضغطي على أول واحد، هذا الانعكاس أول واحد على اليسار، بتضغطي عليه بتغير اتجاهه لبطوط، بدك ترجعيه بتردي تضغطي عليها مرة ثانية بيرجع. تمام. يعني هي كمان نقطة كتير حلوة، بعد ما تغيري أنت مساره خلاص بعطيه إشارة الصح. تمام. وبالنسبة للنقطة الثانية اللي حكيتيني عنها، طبعا انتي هلأ والمشاهدين اللي عم يشاهدوا، لأني أكيد راح أنشر الفيديو على اليوتيوب لأني طولت بالشرح، اللي هي نقطة الخط ما عم تعرفي تحطيه إنه واضح على الشاشة. أول شيء بنكبرها للشاشة، بتضغطي على هاي الطبقة. تمام. عرفتيها للطبقة، بتضغطي على النص. مثلا شو الكلمة اللي بدنا نكتبها؟ بطوط، بطوط الحلو، مشينا اياها خلاص، الحو الحلو، وحطينا مثلا سمايل حلو، هاي سمايل، هذا سمايل، اعطينا موافق. الخطوط، انا الخط اللي بستخدمه اكتر اشي، نجي على الخطوط بعد ما نضغط على الخط من تحت، الخطوط فوق مكتوبة خطوط، ضغطنا على الخطوط، انا بختار الخط اللي هو خطوط متنوعة. تمام. بنزل لتحت، خطوط متنوعة على هذا الخط اللي على طول بختاره انا وبصمم عليه. تمام. هذا الخط مبين فوق. تمام. هذا اول واحد، بعد ما اضغط عليه بعطي على اشارة الاكس بصير ايه. تمام. جبنا الفرشاة هلا مشان ما نعذبكم. تمام. بعد ما ننزل لتحت بدنا نضغط على هذا التاء انه هاي مشان نظبط الخط، وفي عنا هاي كمان بدنا نستخدمها. تمام. نستخدم الاولى، اول شي بنفعل هاي الميزة مشان يصير في يعني انه حوالي الخط لون اسود، هذا الخط الاسود بدنا نخليه انه رقم 4 او 5 على كيفكم، حسب الفيديو انه في لون ابيض كتير او غامقة الوانه، انا بخليه خلاص لون 4 على طول، دائما بخليه لون رقم 4.
تمام، بضغط عليه مرة ثانية وبجي على الثانية اللي هي الشفافية اللي حوالي الفيديو، اللي هي هي حرف التاء الثانية، تمام، بضغط عليها وبفعل هي الميزة. اللون بغيره بحط لون أسود، تمام، وهي بصير أنا كأنه أعمله أكثر من 10، بنعملها هيك مثلا 22، بصير كتير حلوة وواضحة، حتى إذا كان في كتير ألوان بالشاشة بيضل واضح الحرف. منصغرها هيك شوي ومنكبرها بالطريقة اللي بدنا إياها، تمام. وفي نقطة تانية بدي أشر لك عليها أو أشرح لكم عنها، بعد ما نضغط على الخط إذا بدنا إياه للخط يجينا يجي يقرب على الشاشة بطريقة حلوة، بنضغط وين؟ على هذا الحرف اللي هي إشارة المفتاح، تمام، بضغط عليها، ضغطنا عليها بجي بسحب الفيديو هيك شوي مثلا لنهاية النص اللي انت كاتبتي بطوط الحلو مثلا، وبضغط وين؟ على إشارة الزائد، ضغطت عليها، بعد ما أضغط على الزائد بصير بكبر الخط شوي، بقربه لقدام، هاي قربنا الخط لقدام، خالصين، عملنا إشارة الصح، برجع من البداية وبشغل هلق الفيديو، شغلته للفيديو هيك. مدينة الجميلة أزور. مدينة الجميلة، ما شاء الله عليه صوته حلو. إيه، شفتوا شلون الخط هيك صار يقرب بشوي شوي، صار يقرب بطريقة كتير حلوة. ولحد الآن الشرح هذا اللي انطلب مني، إذا بدكم شرح إنه بشي معين اكتبوا لي بالتعليقات أو كلموني على الانستغرام، وتكرم عينكم بشرح لكم بالتفصيل الممل مثل ما هلأ شرحت. هلأ الشرح كان سريع شوي فحسب الطلب، لأني انطلب مني اليوم هذا الحكي أكثر من مرة، فلهيك إنه جيت وحكيت عنه. وحطوا لنا لايك إذا بدكم، وهيك تعليق بشيء، لا تعليق حلو، وشكرا لكم وبالتوفيق. Goodbye.